مسا النور وعامكم مبروك. في انتظار التحاق أبنائي وبناتي التلاميذ، نرحب باللي التحقوا، مرحبا بكم. وأعلن عن المسألة الرئيسية التي سأهتم بها في هذه الحصة المباشرة، وهي مسألة الوعي واللاوعي. وتبريري الاختيار هذا هو التوقيت اللي اخترت فيه اني نتواصل معكم بالمباشر، توقيت احنا فيه في نهاية العطلة الاولى. اكيد اغلب زميلات وزملاء استكملوا محور الانية والغيرية، او على الاقل اوشكوه. واخر مسألة، او على الاقل قبل الاخيرة حسب ترتيب الاستاذ في الفصل، هي مسألة الوعي واللاوعي، ومسألة الغيرية الداخلية أو الغيرية النفسية، التوقف عند اللاوعي كآخر داخل الذات وكغيرية داخل الذات. إذن مسألة الوعي واللاوعي هي مسألة تضعنا أو تضع الأنية والأناء بين حدين، هما الوعي واللاوعي. سنسائل في بداية هذا التواصل إشكالية العلاقة بين الوعي واللاوعي، سنسائل دلالتي الوعي واللاوعي في سياقات تتغير بتغير العلاقة بينهما. سنتوقف عند التراث العقلاني، وكيف أن هذا الاكتشاف العلمي، أي اكتشاف اللاوعي من قبل سيغموند فرويد، أجبر الفلسفة على مراجعة هذا التصور التقليدي الميتافيزيقي للإنسان. أحرج الفلسفة، حول مسلماتها إلى استفهامات، حول رهاناتها إلى أسئلة، شكل بمثابة الجرح أو الإهانة التي وجهت إلى الإنسان ككائن عاقل. إذن سنتوقف عند الإحراجات، مجموع الإحراجات الفلسفية الأنثروبولوجية والإيثيقية التي نتجت عن الإقرار باللاوعي. إذن لا يمكن أن نتمثل هذه العلاقة بين الحدين دون أن نسائل المفاهيم. ما هي حقيقة الإنسان التي تقوم على الوعي؟ وما الذي ينتج عن الإقرار باللاوعي؟ هل أن الإقرار باللاوعي فيه إقصاء للوعي، أم أنه استعادة لدلالة أوسع للوعي وللأنية؟ هل أن اللاوعي هو نقيض للوعي، حمل معه دلالات الجنون والهشاشة والضعف، أم أن اللاوعي هو ذلك الآخر الذي يتسع الوعي ليشمله ويكمله وليغتني به؟ إذن الإقرار باللاوعي هو إقرار يحملنا مباشرة إلى مسألة المفهوم. فما هو اللاوعي؟ لا نستطيع أن نحدد دلالة اللاوعي دون أن نحدد الأفق الذي نتحرك فيه. إذا أقررنا بالتقابل بين الوعي واللاوعي، فإننا سنحدد الوعي على أنه وعي متكامل، متجوهر، مطلق، متعالي، ونحدد في المقابل اللاوعي على أنه نقيض للوعي، على أنه ذلك الآخر المختلف الذي يشكل تهديداً للأنية ويعلن عن انقسامها وتشظيها. هل أن اللاوعي هو انتصار لما هو جسدي على حساب الوعي، أم أن اللاوعي هو توسيع لدائرة الوعي وتوسيع للدلالة النفسية لأنية مركبة وجهها هما الوعي واللاوعي؟ وما هي خصائص الأنثروبولوجيا البديلة القادرة على الاضطلاع بجدلية الوعي واللاوعي؟ سنتوقف أولا عند
مفهوم اللاوعي في سياق أول وحسب التحديد الفرويدي. اللاوعي هو كما عرفه فرويد ذلك الآخر البعيد المنال من شخصيتنا، هو الجانب الخفي واللا إرادي في الشخصية، يشمل مجموعة المسارات المكبوتة واللاواعية التي تقبع في قاع الشخصية نتيجة عمليات الكبت التي يواجهها الوعي للواقع. إذن اللاوعي في سياق أول هو له مضمون بيولوجي ونفسي، وفي هذا السياق نفهم أن اللاوعي هو إقصاء للوعي وتحطيم للأنية وإلغاء لوحدتها وتجانسها. في سياق هذا الفهم نحدد الوعي واللاوعي على أنهما حدين متناقضين، وفي هذه الحالة نعتبر أن فرويد بإلغاء باكتشافه للاوعي قد حطم المفهوم الكلاسيكي للوعي وأعلن عن موت الإنسان باعتباره ذات عاقلة متماهية مع ذاتها تتحدد بالوعي وحده. لكي نفهم هذا الموقف الذي يتحرك في أفق يقر بالتقابل بين الوعي واللاوعي، لابد أن ننزل الوعي في سياق إذن ميتافيزيقي. فلنتفق منذ البداية على أن مسألة الوعي واللاوعي لا تنفصل عن مسألة الأشمل وهي مسألة الإنية والغيرية، ولا يمكن أن نفكر في الإنية خارج هذين الحدين على الأقل مبدئيا. وإذا فكرنا في موقف يحدد اللاوعي على أنه نقيض للوعي وبديل عن الوعي، فإننا نحدد اللاوعي على أنه ذلك الغريب، ذلك الآخر القابع فينا الذي يعرفنا ولا نعرفه، والذي يحول معرفتنا ذاتنا لجهل، يحول إرادتنا إلى خضوع، يحول حريتنا إلى تبعية، يحول مسؤوليتنا إلى هشاشة. فإذا كان ما يتبع عن الإقرار بالوعي هو أن الإنسان كائن يعي ما يقول وما يفعل، هو أن الإنسان يدرك ذاته بشفافية ووضوح، هو أن كل أقوال الإنسان وأفعاله نابعة عن وعي وإرادة، هو أن الذات شفافة وواضحة وبديهية من جنس وضوح وبداهة الوعي على النحو الذي حدده ديكارت، فإن ما ينتج في المقابل عن الإقرار باللاوعي هو أن الإنسان ليس قادرا على التحكم في ذاته، هو أن الإنسان يجهل الجانب الأرحب في ذاته. اللاوعي في هذا السياق هو الجانب الأرحب الذي نشمله، هو مجموع الغرائز والأهواء والنوازع ذات المنشأ الجسماني والتي يرفضها الواقع ويكبتها فتقبع في قاع الشخصية لتتحول إلى قوة خطيرة تتحكم في الإنسان من وراء الوعي والإرادة. في هذا السياق نتكلم عن اكتشاف قام به فرويد يهدد لا حقيقة الإنسان وحسب، وإنما يهدد أيضا الفلسفة وكل أسسها ورهاناتها، حتى أن ميشيل فوكو يوصف أو يشبه هذا الاكتشاف بالصفعة والإهانة التي وجهت إلى الإنسان بعد الإهانة الكوسمولوجية مع كوبرنيك والإهانة البيولوجية مع تشارلز داروين، باعتبار أن اللاوعي يحمل معه دلالات الهشاشة والعبودية والتبعية والضعف للإنسان. اللاوعي تلك الغرائز والمكبوتات التي يحكمها منطق اللذة والتي تتسم بالإيروسية والعدوانية، اكتشاف يثبت أن الإنسان لا يعي بكل ما يقول
بدليل زلات اللسان، ولا يعي بكل ما يفعل بدليل الهفوات في الأفعال، وبالتالي هو كائن ليس متحكما في ذاته، أو بعبارة فرويد لم يعد سيدا حتى في بيته، ليس كائن القوة والسيادة والإرادة، وإنما هو كائن الضعف والهشاشة والخضوع. لذلك وفي أفق يقر بالتقابل الحاد بين الوعي واللاوعي، يبدو أن فرويد قد حطم حقيقة الإنسان على النحو الذي تحددت ملامحها في التراث العقلاني، ويبدو أنه قد انتصر لما هو جسدي، وحول الإنسان إلى مجرد كتلة من الغرائز التي تحكمها العدوانية والأنانية والنزعة الفردية، وبالتالي تحكم الإنسان حيوانية عنيدة وعنيفة تحول دون الإقرار بقدرته على فهم ذاته، على قدرته على التحكم فيها، وقدرته على اتخاذ قرارات واعية ومسؤولة. إذا نلاحظ أن فرويد ينتقل بنا من تحديد ميتافيزيقي فلسفي في فلسفة الذات وفلسفة الأنانة، يختزل كل الأنية في النفس، ويحدد الأنية بالوحدة وليس بالكثرة، بالقبل وليس بالبعد، ويعتبر الوعي كل الذات وكل الحياة النفسية، ويعتبر الوعي كاملا ومستمرا ومطلقا، إلى تصور يستبدل مفهوم الذات بمفهوم البنية. فرويد لا يتكلم عن الإنسان كذات، وإنما يتكلم عن الإنسان كجهاز نفسي. إذا ننتقل مع فرويد من الحديث عن النفس إلى الحديث عن الجهاز النفسي، وبالتالي ننتقل من الإنسان كوحدة إلى الإنسان ككثرة في وحدة. كيف ذلك؟ يتكون الجهاز النفسي من 3 مكونات أساسية: الهو، الأنا الأعلى، والأنا. والهو هو مجموع المسارات كما سبق أن قلنا، اللاواعية والمكبوتة، مجموع الغرائز والمكبوتات التي تعود إلى التنظيم الجسماني، والتي هي موروثة وجزء من طبيعة الإنسان البيولوجية، وتتسم هذه الغرائز بالإيروسية، أي أنها يحكمها منطق اللذة، بمعنى أنها تطلب الإشباع دون مراعاة قوانين العالم الخارجي. اللاوعي أو الهو هو إذن الجانب الواعي في الشخصية، يعرفه فرويد بكونه الجانب الغامض والبعيد المنال من شخصيتنا، هو ذلك الآخر الكامن فينا كما سبق أن قلت، يعرفنا ولا نعرفه، يتحكم فينا من خفاء ومن وراء الوعي والإرادة. يتكون اللاوعي إذن من غرائز ومكبوتات يحكمها منطق اللذة، وهي عدوانية لأنها لا أخلاقية، لا قانونية، لا موضوعية، ولا تعترف بقوانين العالم الخارجي وبما يحكم الواقع من تحريم ومنع وقمع. المهم في هذه النقطة أن أشير إلى أن فرويد قد اعتبر أو قد أقر بأولوية الرغبة وأولوية الغريزة، فحين يعرف فرويد الهو يقول، وأذكر بأن الهو هو المكون الأساسي من مكونات الجهاز النفسي، والهو هو الذي يمثل الجانب الواعي اللاواعي عفوا في الشخصية. إذا قلت حين يعرف فرويد اللاوعي يقول هو أول نمط للتعبير النفسي، وأركز على عبارة أول، ويقول عنه أيضا إنه أقدم المنظمات النفسية. طبعا يقصد بالمنظمات في صيغة جمع الهو والأنا الأعلى والأنا، وهي المنظمات والمناطق إنجاز التعبير أو المناطق النفسية التي تكون الجهاز النفسي، والتي يفصل فرويد بينها فصلا شكليا إجرائيا، في حين أنه يؤكد على
أهمية التلازم الوظيفي بينها، وهذا ما سنشير إليه فيما بعد. إذن مبدئيا قلنا أن فرويد ينتقل من النفس إلى الجهاز النفسي، من الإنسان كوحدة يتكون من النفس وحدها إلى الإنسان ككثرة في وحدة، أي كجهاز نفسي يتكون من الهو والأنا الأعلى والعالم الخارجي. وأذكر أيضا بأن الهو هو الجانب اللاواعي في الشخصية، مكوناته غرائز ورغبات ونوازع منشأها جسماني. المنطق الذي تخضع له هو منطق اللذة، تحتوي هذه الغرائز، أو هذه الغرائز هي عبارة عن كم من الطاقة الليبيدية، وهي طاقة ذات أصل نفسي جنسي. يرد لها فرويد كل ما يمكن أن يفسر الشخصية وشخصية وتعاملاتها مع الواقع. وهذا المضمون الغريزي للهو يجعلنا نتكلم عن نقلة نوعية في تصور فرويد للإنسان، وتتمثل في الانتقال من الإقرار بأولوية وأسبقية الوعي إلى الإقرار بأسبقية وأولوية الغريزة. وأؤكد على هذه النقطة لأن الحديث عن أولوية وأسبقية الغريزة يمكن أن يطرح عدة إشكالات في علاقة اللاوعي بالجسد من ناحية وبالوعي من ناحية أخرى. فما هي المكونات الأخرى للشخصية إذن؟ المكون الثاني هو الأنا الأعلى، والأنا الأعلى هو مجموع القواعد والقوانين والمبادئ التي يستعملها الواقع لتنظيم سلوكات الإنسان، لتنظيم هذه الغرائز الغريزية والمكبوتة. اللاوعي أو الأنا الأعلى هو إذن ممثل المربين، ممثل الواقع، هو مجموع الأوامر والنواهي وأشكال الحظر والمنع والمكبوتات التي يستبطنها الإنسان لتكون منظمة داخل الشخصية وتمارس حظرا ومنعا حتى في غياب ممثلي العالم الخارجي. الأنا الأعلى يقوم بعدة وظائف، هو يمدحنا حين نحسن احترام الواقع، ويؤنبنا أو يبكتنا حين نخالف تعاليم وأوامر الواقع. إذن هو تلك المنظمة النفسية التي تمثل المربين وتمثل الواقع والثقافة، لكن داخل الشخصية هو سلطة تتحكم في الأنا، ولكن تتحكم فيه من الداخل. المكون الثالث أو المنظمة الثالثة في الشخصية هي الأنا. الأنا يعرفه فرويد بكونه جزء من الهو وقد وقع تنظيمه. ألم أقل أن الهو هو الغرائز والمكبوتات الجسمانية الموروثة؟ نعم. إذن كيف يعرف فرويد الأنا الذي قلنا عنه أنه الجانب الواعي في الشخصية؟ يعرفه على أنه جزء من الهو. هل معنى ذلك أن فرويد قد تخلى عن مقولة الوعي؟ هل معنى ذلك أن فرويد قد انتصر للجسد وحده وقد تجاوز التصورات التي كانت تختزل الإنسان في الوعي بتصورات هذه المرة تختزله في الجسد وحده؟ هذا التعريف كيف نفهمه؟ فعلا فرويد يعرف الأنا وهو الجانب الواعي في الشخصية بكونه جزء من الهو، وتفسيرنا أن جزء من تلك الغرائز التي نولد بها تخضع إلى تنظيم الحضارة والواقع وتكون سطحا أو قشرة الشخصية أو الجانب الخارجي من الشخصية. والجدير بالملاحظة هنا أن فرويد سيستعيد ما سبق أن أشار إليه نيتش من قبله عندما أكد على أن الوعي ليس كل التفكير، على أن الوعي محدود، على أن الوعي مصدر وهم، على أن الوعي هو ذلك الجانب أو الجزء الأكثر سطحية والأكثر رداءة في الشخصية. إذن هذا الإقرار بالطابع الجزئي للوعي وبغموضه وبسطحيته يستعيده هذه المرة فرويد، لكن بشكل مغاير، وليؤكد على أن الوعي ليس كما اعتقد العقلانيون هو كل الذات، وإنما هو مجرد معنى يطفو على سطح الذات، هو ذلك الجانب السطحي
وفرويد أيضا يؤكد على أن الوعي بما هو حالة يقظة، بما هو حالة إدراك، ليس مستمرا وليس كاملا كما كان يعتقد العقلانيون وفلسفة الذات وفلسفة الأنانة، إذ يتبين مع فرويد بأن الوعي ليس كل الذات، وبالتالي يميز فرويد بين ما هو واعي وما هو نفسي، ليبين أن الوعي ليس كل الحياة النفسية بل هو صفة من صفاتها. وعلى حد تعبير فرويد، الوعي ليس سوى صفة من صفات الحياة النفسية، بل إن غيابها أكثر بكثير من حضورها، بمعنى أن الإنسان ليس دائما في حالة وعي، وأن وعيه بذاته ليس دائما وعيا مستمرا، وأن الإنسان ليس دائما في حالة يقظة. وحجة فرويد طبعا هي عدة ظواهر، منها ما أشار إليها من قبل فرويد نيتش خاصة، وربما يمكن أن نعود حتى إلى سبينوزا عندما تكلم عن النائم الماشي والمخمور والثرثار، عندما تكلم عن أفعال يأتيها الجسد وتحمل النفس عن الدهشة على الدهشة عفوا. أيضا يمكن أن نعود إلى نيتش عندما أكد على ضرورة التمييز بين الوعي والتفكير، عندما أكد على مفاهيم من قبيل مفاهيم النسيان والوهم. كل هذه المفاهيم التي غازلت بها الفلسفة مقولة اللاوعي دون أن تقر به أو تحسم الأمر بشأنه، نجد أن فرويد يستعيدها، ولكن بعد أن يعطي للاوعي مضمونا نفسيا، ويمكن أن نقول أيضا مضمونا كميا قابلا للضبط قابلا للتأويل، لكن بقدر ما نعجب أو نعجب بما توصل إليه فرويد، ولكن في نفس الوقت تتسرب إلينا تلك الحيرة المقذة، ذلك الارتباك، ذلك التوثب، ذلك الإحراج الذي يمثله هذا الإقرار باللاوعي للفلسفة. فرغم أن الفلسفة كما أكد على ذلك فرويد نفسه وبعباراته قد طرقت باب علم النفس منذ أمد بعيد، ولكن الحسم الذي جاء به فرويد عندما اعتبر أن اللاوعي هو الجانب الأرحب في الشخصية، وأن الوعي هو مجرد معنى يطفو على سطح الذات، أن اللاوعي هو الذي يتمتع بأولوية، إذ يقر فرويد بأولوية وأسبقية الغريزة عن الأنا، أن اللاوعي هو المكون الأول، أنه أول منظمات نفسية، أنه أقدم منظمات نفسية وأول نمط للتعبير النفسي. كل هذه التحديدات المبدئية للاوعي تجعلنا نتحرك في أفق، داخل أفق يقر مبدئيا بالتقابل الحاد بين الوعي واللاوعي. هل معنى ذلك أن اللاوعي يلغي الوعي؟ إذا حددنا اللاوعي في هذا بهذا التحديد المبدئي، فعلا سيبدو للوهلة الأولى أن هناك ما يبرر الإقرار بالتقابل بين الوعي واللاوعي، وبأن اللاوعي يحطم كل الفلسفة التصورات الكلاسيكية التي بنيت على الوعي بما هو أساس، بما هو جوهر، بما هو المحدد الأولي والقبلي للشخصية. وبالتالي لهذا الإقرار بالتقابل بين الوعي واللاوعي جملة من التبعات أهمها: أولا، أن الإنسان ليس عارفا بذاته ولا يعي بذاته، بل هو يجهلها، وباعتبار أنه يجهل الجانب الأرحب فيها، وباعتبار أن اللاوعي هو الجانب اللا إرادي والجانب الغامض والبعيد المنال من شخصيتنا، أي أننا لا ندرك عدة، نحن نأتي أفعالا دون أن ندرك مأتاها ومصدرها والغرائز التي تحركها والتي تقوم منها مقام الموجه والمحرك. أننا إذن نحن الإنسان ليس كائن الإرادة، وإنما هو كائن مسلوب الإرادة. أن الإنسان ليس حرا وليس واعيا ولا يختار ما يقول وما يفعل، بقدر ما هو خاضع وتابع
لغرائز مكبوتة تحكم فيه من وراء الوعي والإرادة، بدليل كما سبق أن أشرت الهفوات في الأفعال، زلات اللسان، الأحلام، الأعراض الهستيرية، وعدة معناها مظاهر أخرى، سواء منها ما هو سوي أو ما هو مرضي. نستنتج أيضا أن فرويد كما ينقل الإنسان من مجال المعرفة إلى مجال الوهم الجهل، ومن مجال الإرادة إلى مجال الخضوع، ومن مجال الحرية إلى مجال التبعية، فهو ينقل الإنسان من مجال المسؤولية والسيادة، إذ أعلن ديكارت عن الإنسان سيد الطبيعة ومالكها، في حين يتبين بعد اكتشاف فرويد أن الإنسان ليس سيدا حتى في بيته على حد عبارة فرويد، وأنه لا يمكن أن يكون مسؤولا عما لا يعي به، فطالما أن المسؤولية هي استتباع للإقرار بالحرية وبالإرادة، وطالما أن الإقرار باللاوعي في قراءة أولى وفي موقف أول قد حطم الوعي وقد حطم الإقرار بالإرادة وبالحرية، فالنتيجة هي أن الإنسان لم يعد ذلك الكائن الحر والقوي والسيد والمسؤول، بل هو ذلك الكائن الضعيف والهش، والذي هو غير قادر على تحمل مسؤولية أفعاله. في هذا الإطار وفي هذا الأفق الذي يسمح بالإقرار بالتقابل بين الوعي واللاوعي، يبدو أن فرويد قد انتصر للجسد وحده، وقد اختزل الإنية فيما هو جسدي وفيما هو غريزي وفيما هو شبقي وفيما هو شهواني وما هو حيواني. طبعا هذا الأفق الذي يسمح بالإقرار بالتقابل بين الوعي واللاوعي يوحي بأن الفرويدية قد قطعت مع مفهوم الوعي، وقد حولت الإنسان إلى حيوان عبد لغرائزه، عبد لحيوانيته، تحكمه غرائز النزعة الفردية، الحيوانية، الوحشية، حب التملك، التلذذ بالاعتداء على الغير، التلذذ بافتكاك أملاك الغير، وكلها عبارات لفرويد، ذئب للإنسان، أناني، أقرب منه إلى الحيوانية منه إلى الإنسانية. وبالتالي نطرح سؤال، هل معنى ذلك أن اللاوعي قد ألغى الوعي، قد حطم حقيقة الإنسان، وقد حطم كل ما بني عليه التراث الفلسفي العقلاني من إقرار بالإنسان ككائن عاقل، من إقرار بالسيادة والحرية والإرادة والمسؤولية كما سبق أن أسلفنا؟ هذا الفهم للاوعي، لو نعود إلى فرويد نفسه سنكتشف أنه فهم ضيق وفهم اختزالي، سواء للاوعي أو كذلك للوعي. فلو نعود إلى ما أكد عليه فرويد من وظائف للأنا رغم إقراره بسطحيته، وأذكر أن الأنا هو الجانب الواعي في الشخصية، فرويد صحيح أنه اعتبر الأنا جزء من الهو، أي جزء من الجسد، اعتبر الأنا جانب سطحي، مجرد معنى يطفو على سطح الذات، ولكن في نفس الوقت لم يلغي الوعي. لو نعود إلى فرويد نفسه عندما يتكلم عن الأنا يقول إنه مسكين، ويقول ينصح المرء عادة بألا يخدم سيدين في آن واحد، فما بالك بالأنا المسكين الذي يخدم ثلاثة أسياد قساة. ماذا يقصد فرويد بالأسياد القساة؟ وماذا يقصد بالأنا الذي وصفه بالمسكين، والذي يطلق في كل مرة صيحة عبر عنها فرويد بالعبارة التالية: آهن، ليست الحياة بسهلة. ماذا يقصد بالأنا؟ هل أعدل فرويد عن اعتبار الأنا سطحي؟ ألم يقل إنه مجرد جزء سطحي من عمق أصله بيولوجي وجسماني؟
كيف يمكن أن نعتبر أن فرويد قد أسند للأنا مهام وهو السطحي وهو الجزئي وهو المحدود بسيكولوجيا؟ إذن صحيح أن فرويد قد اكتشف اللاوعي، قد أكد على أن اللاوعي هو الجانب الأرحب في الشخصية، قد أكد على الخطورة التي يشكلها اللاوعي بالنسبة للشخصية، قد أكد على خطورة الطاقة الليبيدية الكامنة في تلك الرغبات ذات المنشأ الجسماني البيولوجي والحيواني. لكن في نفس الوقت فرويد أسند للأنا مهام جعلته مسؤولا عن التوازن السلوكي والصحة النفسية للشخصية. نقول الأنا ونحن نقصد الوعي، نعم نقصد الوعي. إذن فرويد اكتشف اللاوعي لكنه لم يلغي الوعي، بدليل أن توازن الشخصية وصحتها النفسية تتوقف على مدى قدرة الأنا على محاولة يعني التقليص من حدة الصراع بين منطق اللذة الذي يحكم رغبات الهوى من ناحية ومنطق الواقع الذي يحكم الأنا. وللتذكير، الأنا أو الجانب الواعي في الشخصية هو جانب تدين به الشخصية للواقع، هو نتيجة لعمليات التربية والتنشئة والتأهيل والتكييف الاجتماعي الذي تقوم به الثقافة. لذلك يقول فرويد إن الحضارة لا تبنى إلا على قمع الغرائز، إذا أي أن تنظيم الغرائز ينتج عنه تكون جزء يتوافق مع قوانين الواقع ويمثل الواقع، وهذا الجزء هو الأنا. لكن هذا الجانب، هذا الطابع الجزئي والسطحي للأنا لا يمكن أن يحجب عنا التقدير البسيكولوجي الذي منحه إياه فرويد عندما جعل الأنا مسؤولا عن صحة النفسية وتوازنها النفسي والسلوكي. فما هي المهام التي يقوم بها الأنا أو الوعي؟ وكيف يمكن لمهام الأنا أن تعدل تصورنا للعلاقة بين الوعي واللاوعي؟ هل ما زلنا نحتفظ بتصورنا للاوعي على أنه ذلك البديل وذلك النقيض؟ هل سيمكننا هذا التحديد لمهام الأنا من مغادرة أفق يقر بالتقابل الحاد بين الوعي واللاوعي؟ الإجابة عن كل هذه الأسئلة ستكون واضحة بعد أن نتوقف عند هذه المهام التي أسندها فرويد للوعي، أي للأنا. إذن يقوم الأنا أو الوعي بمهام كثيرة، فهو مطالب بحسن تصريف الطاقة الليبيدية للرغبات المكبوتة، بمعنى أن الغرائز المكبوتة التي تكون اللاوعي أو ذلك الجانب الذي يعمل بمنطق لا يحكمه الواقع، ذلك الجانب الغريزي والحيواني والجسماني في الشخصية، هو عبارة عن كم من الطاقة النفسية أو الليبيدية التي تبقى قابعة في قاع الشخصية، ولكن في نفس الوقت تشكل خطرا على الأنا أن يعمل حسابه. وبالتالي مهمة الأنا هي حسن تصريف تلك الطاقة. كيف تحسن الأنا أو يحسن الأنا تصريف تلك الطاقة؟ من خلال آليتي الكبت والإعلاء. ما هو الكبت وما هو الإعلاء؟ إذن الأنا الذي يدين للثقافة بتكونه والذي يخضع إلى منطق الواقع ويمثله في آن، يقوم بكبت الغرائز التي يتعارض إشباعها مع قوانين الواقع والتي يحرمها الواقع دينيا أو ثقافيا أو قانونيا. يقوم الأنا بكبتها، والكبت هو آلية نفسية تتمثل في رفض إشباع تلك الغرائز، فتعود تلك الغرائز من حيث جاءت
وتقبع في قاع الشخصية بحثا أو في انتظار البحث عن فرصة جديدة للصعود، وبالتالي بحثا عن الإشباع في الواقع. والسؤال هو: هل أن عملية الكب بما هي رفض لإشباع تلك الغرائز هي ممكنة إلى ما لا نهاية له؟ هل يمكن للأناء أن يواصل عملية الكبت، أم أنه عليه أن يستعين بآلية أخرى حتى يتفادى انفجار تلك الطاقة الليبيدية النفسية؟ فعلا يستعين الأناء بآلية ثانية هي آلية الإعلاء، فمتى يحتاج الأناء إلى الإعلاء وما هو الإعلاء؟ سابقا قلنا أن الرغبات اللاشعورية أو اللاواعية المكبوتة هي عبارة عن أكمام من الطاقة الليبيدية ذات الأصل النفسي والجنسي عند فرويد، والتي تطالب باستمرار بالإشباع، والتي يحكمها منطق اللذة وتتسم بطابع عدواني عنيف وإيروسي، ويمكن أن تشكل طاقة خطيرة إذا لم يحسن الأناء تصريفها واستثمارها. هذه الرغبات بالطاقة التي تمثلها إذا تكرر كبتها يمكن أن تنفجر. إذن بعبارة فرويد، المزيد من الكبت يولد الانفجار. في هذه الحالة تحضر الآلية الثانية التي يقوم بها الوعي، وهي الإعلاء أو التصعيد. والإعلاء من العلو كما أن التصعيد من الصعود، أي أن تصعد الرغبة أو الكم الطاقة الليبيدية للرغبة من العمق إلى السطح، وهذا معنى الصعود. لكن الأناة تحاول أن تجعل هذا الصعود أو هذا الإعلاء سويا، أي تحاول أن تجعل خروج الطاقة الليبيدية للرغبة إلى سطح الشخصية خروجا لا يضر بالصحة النفسية للشخصية. فكيف تقوم بذلك؟ إذن الإعلاء السوي، وهنا أشير إلى أنه هناك فرق بين الإعلاء السوي والإعلاء المرضي. الإعلاء السوي أو الصحي هو أن تصعد كما سبق أن قلت تلك الرغبة إلى سطح الشخصية لكن دون أن تضر بالشخصية. والإعلاء المرضي هو أن تصعد لكن صعودا مرضيا مدمرا. وسنأتي على مفهوم الإعلاء المرضي فيما بعد، لكن مبدئيا سنتوقف عند الإعلاء السوي كآلية نفسية يلتجئ إليها الأناة إلى جانب الكبد في صورة عدم إمكانية إشباع تلك الرغبة. الإعلاء السوي يتمثل في أن الأناة يقوم بعملية نفسية تتمثل في تحويل وجهة الرغبة، في إفراغ الرغبة من مكوناتها النفسية واستثمارها في أعمال ثقافية، وبالتالي اجتذاب الأناة لتلك الطاقة لصالحها ولصالح الثقافة، استعمال الطاقة النفسية في أعمال ثقافية كالفن أو العلم أو الإبداع أو كل مجالات الحياة. وبالتالي الإعلاء هنا سوي وصحي، لأن تلك الطاقة النفسية إذا عندما تخرج طبعا وهو خروج من النافذة وليس من باب الوعي وإنما من وراء الوعي، تستثمر في أعمال ثقافية، وهو ما يدعم علاقة الأناة بمحيطها وبثقافتها. وفي هذا الإطار يفسر فرويد مجمل أشكال الإبداع العلمي أو الفني أو غيرها بتوازن الأناة وقدرتها على استثمار تلك الطاقة الليبيدية بدل أن تنفجر، يستثمرها بأن يغير وجهتها ويوجهها إلى مواضيع ثقافية. هاتين العمليتين وهما الكبت والإعلاء تمكنان الأناة من حسن تصريف الطاقة الليبيدية. وبالتالي مهمة الأناة هنا هي مهمة مزدوجة أو ربما متعددة الأبعاد. هي مهمة حمائية، إذ تحمي الأناة الشخصية من ثلاث مخاطر: تحميها من انفجار المكبوت، وبالتالي من الإعلاء المرضي، خروج المكبوت تدميريا في شكل أعراض مرضية وهستيرية في شكل أمراض نفسية.
تحمي. ولذلك يقول فرويد أن الأناة تسعى لأن تكون خادما وفيا للهو. والخطر الثاني الذي تحاول الأناة أن تحمي منه الشخصية هو خطر الواقع، عقاب الواقع. لذلك يقول فرويد أن الأناة تضطر أحيانا إلى أن تسلك سلوك الرياء الدبلوماسي، تحاول أن كما قال فرويد تتظاهر باعتبار الواقع، وتحاول أن تقدم للواقع ما يطالب به، وهي احترام قوانينه ونظمه. وأما الخطر الثالث فهو التبكيت والتأنيب الذي يقوم به الأنا الأعلى في صورة عدم احترام قوانين الواقع، والذي يمكن أن يتطور ليسبب اضطرابات نفسية. إذن لذلك قال فرويد عن الأنا أنه مسكين، أنه مطالب بخدمة ثلاث أسياد قسات، وهي الهوى، الأنا الأعلى، والعالم الخارجي. نلاحظ إذن كيف أن فرويد جعل الأنا مسؤولا عن حماية الشخصية من هذه المخاطر الثلاث، جعل له أيضا وظيفة ثقافية، إذ يساهم الأنا في بناء الثقافة من خلال استثمار تلك الطاقة الليبيدية المكبوتة وإخراجها من النافذة وتوجيهها إلى موضوع ثقافي فني أو علمي أو غيره. وبالتالي هناك أيضا وظيفة نفسية، أي لجانب الوظيفة النفسية والوظيفة الحمائية للشخصية، هي وظيفة فيزيائية أو يمكن أن نقول تنظيمية، أي أنها تعيد تنظيم وتصريف الطاقة الليبيدية. تلاحظون إذن أن الأفق الذي يقر بالتقابل الحاد بين الوعي واللاوعي أفق يتقلص ليترك مكانه لأفق بدأنا معه نكتشف التقاطع والتجادل بين الوعي واللاوعي. معنى ذلك أن اللاوعي ليس نقيضا وليس محطما للوعي، بل هو آخر أو غيرية نفسية محايثة داخلية يتسع الأنا ليشملها. كذلك نراجع موقف الوعي وحضوره. إذن فرويد اكتشف اللاوعي ولكنه لم يلغي الوعي. لذلك يقول حين نعاين ما يبذله الأنا من جهود لا نندم على أننا جسمنا الأنا وأقررنا له بوجودا مستقلا بذاته. إذن فرويد لم يلغي الوعي، ونغادر بالتالي أفق يقر بالتقابل الحاد بين الوعي واللاوعي لننفتح على أفق أكثر انفتاحا يحدد اللاوعي على أنه ذلك الآخر الذي يتسع الوعي ليشمله. نحدد الوعي على أنه محدود بسيكولوجيا ولكنه ليس نقيدا للوعي، بل له مهام في الشخصية. ما زال الإنسان إذن عند فرويد كائن واعي ومريد، ولكن فرويد يلغي الأوهام الفلسفة وأوهام الميتافيزيقا عن الوعي. فرويد إذن بإقراره باللاوعي لم يلغي الوعي، بل ألغى وهم الاعتقاد في جوهريته، وهم الاعتقاد في تعاليه، وهم اعتقاد بأن الوعي وحده يؤسس الأنية. فرويد إذن يستبدل الوعي المطلق والكامل والمستمر بوعي محدود بسيكولوجيا، والحد البسيكولوجي للوعي هو اللاوعي. وبالتالي فرويد يستبدل تصورا مركبا للأنية كوحدة متكثرة أو ككثرة في وحدة. الإنسان لم يعد منظورا إليه بوصفه تلك الذات المتعالية والمتجوهرة، بل هو بنية مركبة وجهاز نفسي وكثرة في وحدة. في هذا الإطار إذن ننتقل إلى موقف ثاني يتجاوز الإقرار بالتناقض الحقيقي والحاد بين الوعي واللاوعي. نحن أيضا في هذه المرحلة في حاجة إلى تعديل تصورنا لما هو جسدي، وفي هذا السياق نطرح السؤال التالي: هل في الإقرار باللاوعي تحيز للجسد؟ هل في الإقرار باللاوعي انزياح عن الوعي لصالح الجسد أو انتصار للجسد على حساب الوعي؟
عندما نعود إلى نظرية التحليل النفسي كنظرية جامعة في السلوك البشري، سواء في بعدها الإبستيمولوجي المعرفي أو في دلالاتها الفلسفية والأنثروبولوجية، نكتشف أن فرويد لم ينتصر للجسدي ولم يستبدل الوعي بالجسد، ولم يستبدل تصورا اختزاليا بتصور اختزالي آخر. وأي تصور أو أي فهم عفوا للفرويدية على أنها استعادة للجسد أو للحيواني أو للغريزي على حساب الواعي، هو تصور يعني ينكر القيمة التي أولاها فرويد للوعي، بدليل المهام التي كنا نتكلم عنها الكثيرة للوعي، المهام الفيزيائية التنظيمية الحمائية الثقافية للوعي، والذي بقدر ما ينجح في تقليص حدة الصراع بين منطق اللذة الذي يحكم الهوى ومنطق الكبت الذي يحكم الواقع، بقدر ما تكون الشخصية متوازنة أكثر وقادرة على مصالحة عقدها ومكبوتاتها وقادرة على مراجعة ذاتها. ولأمر كهذا لا يمكن أن نفصل تحديد فرويد للأنانية ونظرية الجهاز النفسي بصورة عامة عن إحداثية انخرطت فيها الفلسفة مع كل من نيتش ماركس فلسفيا وفرويد علميا، وهي إحداثية تأويلية هرمونيتيقية تخضع الإنسان أو الأنية إجمالا إلى تأويل منعكس على ذاته، وتجعل تصورنا للأنية تصورا مفتوحا على الكثرة، مفتوحا على الاختلاف، ذلك الآخر ونقصد اللاوعي المحايث ليس غريبا عن الأنية وليس له دليلة مجاورة للحيواني. إذا فرويد انتصر لأنية مركبة وتجاوز أفقا يقر بالتقابل بين الوعي واللاوعي ليدافع عن وعي، لكن في نفس الوقت يضع له حدودا ويكشف تقاطعاته إنجاز العبارة مع الوهم، مع النسيان، مع الكذب، مع دلالات يعني تقطع مع عدة أوهام تجعلنا لم نعد نعتقد في قداسة الإنسان وألوهيته، بل نتكلم عن إنسان يراجع ذاته، يصالح عقده ومكبوتاته، يراجع تصوراته، يتواضع كما أشار إلى ذلك نيتش. يستبدل فرويد إذن وعي متجوهر ومتعالي ومغرور بوعي متواضع ومحدود بسيكولوجيا، يستبدل ينقلنا من الحديث عن نفس إلى الحديث عن جهاز نفسي، ومن الإنسان كوحدة تتحدد بالنفس وحدها إلى الإنسان ككثرة في وحدة، ويراجع كذلك في نفس الوقت تصورا للجسدي يختزله فيما هو عضوي، وليجعل الجسد متقاطع ما هو نفسي. إذا حاولت من خلال هذا التدخل في مستوى أول أن أبسط علاقة الوعي باللاوعي، ولي أستخلص في النهاية إلى أن مسألة الأنية والغيرية يعني تتجدد وتطرح من خلال إشكالية العلاقة بين الوعي واللاوعي، والتساؤل على الإنسان داخل هذين الحدين أي حد الوعي واللاوعي يمكن أن ينزلنا في أفقين مختلفين، كأية علاقة بين حدين، إما أن نقر بالتقابل بين الوعي واللاوعي فنقول أن فرويد قد ألغى الوعي، وإما أن نقر بالتجادل بالجدلية والتلازم بين الوعي واللاوعي. الإقرار بالتقابل بين الوعي واللاوعي لا ينفصل عن أفق أعم يعتبر اللاوعي وكل ما هو
رمز للجسد، غيرية سلبية أو غريب أو عدو أو نقيض، قد ينزل بالإنسان إلى مستوى الحيوانية، قد ينتصر إلى ما هو حيواني. في المقابل الإقرار بالجدلية بين الوعي واللاوعي ينزلنا في أنثروبولوجيا أرحب، تعتبر الإنسان بنية مركبة، وجهها الوعي واللاوعي. في نهاية هذا التدخل أنتظر تفاعلكم واقتراحاتكم، وأقترح عليكم الموضوع الموالي لكي أصلحه في الحصة القادمة يوم السبت القادم في نفس التوقيت على الساعة 2 على بسمة إكلاس. وهذا الموضوع هو: هل في الإقرار باللاوعي ما يمثل انتصارا لما هو جسدي؟ أعيد: هل في الإقرار باللاوعي ما يمثل انتصارا لما هو جسدي؟ في انتظار تفاعلكم على صفحة الفيسبوك باسم إكلاس، أو على موقع سيت ويب info@basmaiklas.tn. نحييكم ونتمنى لكم عودة ناشطة للدراسة، ومرة أخرى نقول لكم إن شاء الله عامكم مكلل بالنجاح. إن شاء الله عام 2021 يكون عام نجاحكم، وأحييكم ونقول لكم اللي أنا في انتظار التفاعل متاعكم. إلى اللقاء.